أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج الحياة ذا الصباح. نرافقكم خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024 الموافق للثامن عشر محرم 1446. نجول بكم من السياسة إلى الاقتصاد إلى الثقافة ثم الرياضة، ولكن قبل ذلك لا بأس أن نلقي نظرة على أبرز المواعيد لنهار اليوم في فقرة الأجندة بعد الفاصل. بداية مشاهدينا، وفي أول موعد يمضي اليوم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سجل التعازي في وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، وذلك بمقر سفارة جمهورية الفيتنام بالجزائر ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. في موعد آخر، يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنا ابتداء من الساعة 7 مساء. وسيتضمن البرنامج برنامج الزيارة مجموعة من النقاط، وكذلك وضع حجر الأساس للعديد من المرافق الدينية. تختتم اليوم مشاهدينا أشغال الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية وبعضها الإفريقي بعنوان الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة مصير واحد ومستقبل واعد، والتي انطلقت فعاليتها يوم أمس الثلاثاء، والمنظمة طبعا بفندق الأورسي بالجزائر العاصمة، وسيكون الختام ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. من بومرداس تختتم فعالية الجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهذا بجامعة الحقوق والعلوم السياسية ببدواو ابتداء من الساعة 9 صباحا. في الرياضة مشاهدينا، وتحديدا في رياضة الرجبي، في كأس إفريقيا للأمم أكابر رجال 2024 تجرى اليوم مباراة الدور نصف النهائي بين المنتخب الجزائري وكذا نظيره الكيني بملعب موتيزي 2 بكامبالا بأوغندا، وذلك ابتداء من الساعة منتصف نهار اليوم بتوقيت الجزائر. وفي الرياضة دائما وفي آخر موعد، في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات تحديدا في كرة القدم، سيتم اليوم سحب قرعة التصفيات بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة بمصر، وهذا بمشاركة ممثلي الجزائر فريق فتيات أقبو بداية من الساعة 11 صباحا. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز المواعيد لنهار اليوم في فقرة الأجندة بعد الفاصل. تلتحق بنا الزميلة حياة بن فطوم لتأخذنا في جولة بين الصحف الوطنية وكذلك الدولية الإلكترونية والمكتوبة بعد الفاصل في معرض الصحافة. حياة بن فطوم، أهلا وسهلا بك، صباحك سعيد. صباحك سعيد فاطمة، صباحكم سعيد مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم بمعرض الصحافة لنهار اليوم. البداية بجريدة الحياة التي عنونت بصفحتها الأولى الرئيس تبون يستقبل قائد الأفريكوم الفريق أول مايكل لانجلي، ورجاء في التفاصيل. أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الفريق أول مايكل لانجلي أمس الثلاثاء على الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل. وصرح الفريق أول مايكل لانجلي قائلا عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب الصحراء وتحديدا بمنطقة الساحل، مؤكدا على أنها أدت دورا رياديا في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة. ونبقى مشاهدينا دائما مع جريدة الحياة التي تطرقت كذلك للحدث الأبرز بخصوص الانتخابات الرئاسية، وعنونت بالبند العريض بصفحتها الأولى: الكل يترقب قرار السلطة المستقلة للانتخابات، من هم المترشحون للانتخابات؟ وجاء في التفاصيل: ينتظر أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم أو صبيحة غد كأقصى تقدير عن أسماء المترشحين لخوض غمار السباق الرئاسي المزمع إجراؤه يوم 7 سبتمبر المقبل، وستبلغ هيئة محمد شرفي المعنيين بالترشح وعددهم 16 بقرارها بشأن استيفاء شروط الترشح من عدمه.
ويتوقع عدد من الخبراء والمحللين أن غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيفرز 4 مترشحين أو 5 على الأكثر، ويتعلق الأمر بالراغب في الترشح عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بالقاسم سحلي والمرشح الحرة سعيدة نغزة، مع إقصاء غالبية المترشحين لعجزهم عن استيفاء شروط المنافسة. وإلى موضوع آخر مشاهدينا، جريدة المساء أسالت الحبر وعنونت بخصوص استقبال الفريق أول شنغريحة لقائد قيادة أفريكوم، وعنونت الجزائر عدت مخططا إفريقيا لمحاربة الإرهاب، وتقرؤون فيها التفاصيل. أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة أمس مواصلة الجزائر لجهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، من خلال لرفعها لعديد المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني الإفريقي، خاصة وأنها تتولى مهمة منسق محاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة. خلال استقباله قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا الفريق أول مايكل لانجلي من جهته، عبر هذا الأخير مشاهدينا عن سعادته بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري هام، مشيرا إلى أنها أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا على إمكانية الطرفين لتطوير التعاون العسكري الثنائي. مشاهدينا ننتقل الآن لجريدة الحوار، وعنونت قال إنها ستبقى في دينا في رقبة كل إفريقي حر، والوزير ربيقة ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية، وجاء فيها التفاصيل. أكد أمس وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية، والتي ستبقى دينا في رقبة كل إفريقي حر ووفي. وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الموسوم بالجزائر وإفريقيا، ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد. وبخصوص هذا الملتقى لفت إلى أنه فرصة لاستحضار أواصر الملحمة الإفريقية والاحتفاء بتاريخها الثائر، مبرزا أن الجزائر لحمة من إفريقيا وإفريقيا هي ضيافة الحريات، وأن المصير واحد والتجربة التاريخية واحدة ومتشابهة. ننتقل مشاهدينا للجرائد الإلكترونية، وجريدة سبق برس عنونت رئاسيات سبتمبر وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام للتحلي بالحياد، وجاء في التفاصيل. دعا وزير الاتصال محمد العقاب وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المعنية بتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل إلى التحلي بأخلاقيات المهنة والالتزام بالحياد والصدق، خاصة خلال الحملة الانتخابية. وقال العقاب في تصريح له على هامش الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي الذي عقد بفندق الأوراسي، إنه التقى مع ممثلي وسائل الإعلام وتم عقد ملتقى بالتنسيق مع المحكمة الدستورية، أين تم شرح كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والتغطية الصحفية لهذا الحدث الهام. ننتقل مشاهدينا للجرائد الدولية، وجريدة القدس العربي عنونت بصفحتها الأولى المقتلة مستمرة في خان يونس وجثامين بالشوارع وتحت الركام، وتقرؤون في التفاصيل. اشتد القصف الجوي والمدفعي للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد مع استمرار عملية النزوح القصري إثر بدء جيش الاحتلال بعملية برية. وشن الاحتلال العديد من الغارات الجوية العنيفة على الكثير من بلدات أقول شرق خان يونس، مع استمرار حركة النزوح القصري للسكان من هناك بعد أن تقدمت الآليات العسكرية في العديد من المناطق الشرقية، وارتفعت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء استهداف منازل المواطنين في المناطق الشرقية من خان يونس والمهددة بالإخلاء القصري إلى أكثر من 90 شهيدا منذ صبيحة الاثنين، فيما لا يزال هناك أكثر من 30 مواطنا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات.
مشاهدينا وصلنا لصورة اليوم وهي من جريدة الشرق الأوسط وهي لفلسطينيين نازحين يحاولون الهروب من قصف الاحتلال الصهيوني. كاريكاتير اليوم مشاهدين من جريدة الحياة وهو يجسد ضياع المواطنين بين بعض الإدارات اللي نتابع. بهذا مشاهدينا نصل لختام معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في فقرات أخرى. العودة لفاطمة. شكرا جزيلا لك حياة بن فطوم على هذه الجولة بين الصحف. مشاهدينا برنامج الحياة هذا الصباح متواصل معكم، فاصل ولنا عودة لتغير الوجهة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، لمن التحق بنا اللحظة أنتم تتابعون برنامج الحياة هذا الصباح. بعد الفاصل موجز لأهم الأنباء. في المستهل استقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون الثلاثاء قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الفريق أول مايكل لانجلي. وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع بومدين بن عتو. وعقب الاستقبال أكد قائد الأفريكوم أن الجزائر تلعب دورا محوريا في استتباب الأمن والازدهار في المنطقة. أشكركم على حضوركم اليوم. أولا أود أن أشكر السيد الرئيس تبون وكل من استقبلنا بالجزائر على كرم الضيافة وتخصيص وقت للقاء اليوم. إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء، تحديدا منطقة الساحل. لقد أدت الجزائر دورا رياديا في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة. لقد أعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديرنا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة وإجراء محادثات معه. فالجزائر تلعب دورا محوريا في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أشكر الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر وعلى مشاركتها في مناوراتنا الإقليمية. كما أكد قائد الأفريكوم إمكانية الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير التعاون العسكري الثنائي. وفي الأخير تحدثنا عن أهمية مواصلة المحادثات وبناء صداقتنا وسبل العمل معا من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر قوة. شكرا، شكرا لكم جميعا. كما استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا الأفريكوم الفريق أول مايكل لانجلي. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني فإن قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة في كلمته بالمناسبة أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي والمشترك لدحر الإرهاب والوقاية منها. بمناسبة زيارتكم الثانية للجزائر منذ توليكم قيادة الأفريكوم
والتي تؤكد تميز التعاون العسكري الثنائي الذي تطبعه البراغماتية واحترام المصالح المتبادلة، وأخذا بعين الاعتبار المهمة المخولة لها من طرف الاتحاد الإفريقي كمنسق لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من المبادرات على غرار إعداد مخطط إفريقي لمحاربة الإرهاب، تفعيل الصندوق الإفريقي لمحاربة هذا التهديد، إعداد قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في الإرهابية. وأكد الفريق ولسعيد شنقريحة أن الجزائر رفعت العديد من المبادرات لتعزيز آلية التعاون الأمني المشترك مجددا التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية، وكذا مساندة جهود هيئة الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات التي تواجهها. لدعم كل مبادرات إفريقية ومساندة جهود هيئة الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها، كما أؤكد لكم تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي قصد المزيد من التشاور بخصوص السبل والوسائل المتعينة توفيرها لبلوغ بكل واقعية الأهداف الأمنية للقارة الإفريقية عموما ومنطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص. ذكرت المحكمة الدستورية الثلاثاء في بيان لها بكيفية تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشار إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق شروط وأشكال محددة، حيث يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي بفرض ترشحه برفض ترشحه، ويتوجب أن يودع طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا من أجل أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، كما أنه يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثلة له أو ممثله المؤهل قانونا. أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارين تنظيميين يخصان التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين الرئاسية 7 سبتمبر، حيث خصت بالذكر هذه المرة مواقع التواصل الاجتماعي. فاطمة زهراء نازف تفصل. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية في القرار 17، فضلا عن المادة 3 التي تحدد كيفية تغطية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة الإلكترونية، ولكن هذه المرة قد خصت بالذكر كذلك إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي. طبعا كان من المنتظر أن تصدر السلطة مجموعة قرارات ولوائح مثل هذين القرارين لتذكير المترشحين بنظام وطريقة عمل نشر الترشيحات. تهدف السلطة إلى إضفاء المزيد من الشفافية وإلى جعل كل المترشحين على مسافة واحدة من أجهزة الإعلام، حتى هناك الجديد هو التركيز على وسائل التكنولوجيا الحديثة المستعملة في الإعلام كالجرائد الإلكترونية والصفحات الإلكترونية أيضا. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها وقع مؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية، فقد ركز الراغبون في الترشح منذ بداية حملة جمع التوقيعات الفردية على دعم حملاتهم في مواقعهم الإلكترونية وصفحاتهم الرسمية، ليأتي هذا القرار كعامل قوة منصفا سائر الحملات الانتخابية للمترشحين.
يمكن أيضا اعتبار هذين القرارين ضمن قائمة الإجراءات التي قامت وستقوم بها السلطة لجعل الحملة الانتخابية بعيدة عن فوضى الإشهار وفوضى النشر، بأن حددت الكثير من الضوابط المرة، لأن السلطة الآن أصبحت تملك الكثير من التقاليد عندما يتعلق بالحياد والحث على عدم الانحياز لأي مترشح. القرار جاء ضامنا لتغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين. أين ستعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي بصري لمراقبة كل ما يبث وينشر في الفترة التي تحددها السلطة للحملة الانتخابية؟ انطلقت الثلاثاء تسجيلات الجامعية الأولية لحامل شهادة البكالوريا الجدد، حيث خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة بالاستقبال والتسجيل. التقرير لرانيا بنزين. 115 مؤسسة جامعية تتأهب لاستقبال أكبر عدد من الطلبة منذ الاستقلال هذه السنة بعد استكمال كل الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة ورقمنة العملية بصفة كاملة. التسجيلات الأولية لحامل شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 23 جويلية إلى غاية 27 جويلية، على أن يتم تأكيد هذه الرغبات ما بين فترة 28 إلى غاية 30 جويلية. التسجيلات النهائية تكون بين فترة ما بين 10 أوت إلى غاية 15 أوت 2024. منصة توجيهكم ستقوم بعرض المنشور الوزاري الخاص بتوجيه حملة شهادة البكالوريا، وتتميز بخاصية التفاعلية. التطبيق الأول وهو تطبيق توجيهكم ليحتوي على المنشور الوزاري بصفة تفاعلية ديناميكية، لأول مرة يحتوي على اللغة الإنجليزية. أما عن المنصة الثانية فتعمل بالذكاء الاصطناعي موجهة لمحاكاة ومساعدة الطالب لاختيار أفضل وأحسن التخصصات. راح يكون طالب أمام خيارين أو طريقتين للتعامل مع هذا التطبيق. أولا بإدراج نقاط على حدة لكل المقاييس أو المواد المحصل عليها في البكالوريا، أو طريقة ثانية بإدخال رقم تسجيل في البكالوريا بالإضافة إلى الاسم واللقب باللغة العربية وكذلك تاريخ الميلاد، على أن تتم معالجة هذه المعطيات بعرض نسب مئوية للتخصصات التي يمكن أن ينجح فيها الطالب بنسب متفاوتة. وبخصوص التطبيق الثالث فهو خاص بتكوين المسار، حيث يسمح للطلبة بمعرفة مساراتهم المهنية بعد اختيار التكوين والتخصص، ويتضمن التطبيق فضاء للاستعلام عن الخدمات الجامعية والأرقام والبيانات. تطبيق توافق مرجعي لتكوين المهن، من خلاله يتم الطالب التعرف على الوظائف أو المهن التي يمكن أن يشغلها بعد إتمامه لدراسته ومتابعته لتخصص آخر. هي تطبيقات تدعم بها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز الحوكمة الإلكترونية ومرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد. بمطار هوارب مدين الدولي استقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي الوفد الجزائري المشاركة في الدورة 65 للأولمبياد العالمية للرياضيات المنظمة ببريطانيا، حيث حصلت الجزائر لأول مرة على ميدالية ذهبية حازها النابغة دراج شمس الدين عبد العالي. لدنا الجزائر في هذه المنافسة تحصلت يعني في كل دول المشاركة، هناك 11 دولة فقط حازت على عدد ميداليات ذهبية أكثر من الجزائر، يعني بلادنا بحيازة هذه الميدالية هي يعني وصلت إلى مستوى يحق لها أن تفتخر به. وكذلك لابد من أن أقول بكل صدق أن ما كان لأبنائنا وما كان للجزائر أن تصل إلى هذا المستوى لولا العمل المضني الذي قام به هؤلاء والتحضير كذلك والتأطير على مدار 3 سنوات. لأن ابني شمس الدين حاز في السنة الماضية على ميدالية برونزية، وهو الآن يحوز على ميدالية ذهبية، ولقد هنأه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ووصف زملائه بالبذرة الطيبة للأجيال الصاعدة.
في موضوع آخر، تواصل الجزائر الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية من خلال ثبات مبادئها ومواقفها الراسخة تجاه مختلف القضايا من جهة، وكذا توزيع شبكة استثماراتها من جهة أخرى. محمد فيطس يفصل في الموضوع. بين ثبات مبادئها ومواقفها الراسخة وحماية مصالحها الاستراتيجية، كيفت الجزائر قوانينها ووضعت آليات عمل تحت لواء الاتحاد الإفريقي. الإكواس منذ 1975، الكوميسار 1994، نحن نتكلم اتحاد للمغرب العربي 1989، ولكنه حبر على ورق لدعم تفعيل قدرة شمال إفريقيا في إطار قوة إفريقية لتحقيق الأمن والسلم في القارة الإفريقية، يعني قوة قد تكون اقتصادية وقد تكون عسكرية في ظل إمكانية تواجد قوة جزائرية خارج الحدود وفق المادة 31 من الدستور الجديد. مهم جدا على أن الآن إيجاد إطار لماذا للعمل والتحرك خارج الحدود مهم جدا بالنسبة للجزائر. مشاريع ضخمة واستثمارات استراتيجية أطلقتها الجزائر في إطار اتفاقيات ثنائية على غرار الطاقة والبنى التحتية والنقل البحري والتجارة وغيرها من الأنشطة الحيوية. كذلك الجزائر مهتمة بإحياء النيباد هي من خلال مادة طريق للوحدة الإفريقية، معابر، مع حدودية، ممرات برية، طريق للأرياف البصرية. إذا الجزائر انتقلت إلى تفعيل البنى التحتية في مادة في الشراكة الاقتصادية مع الأفارقة. وفي عالم متغير مليء بالأحداث وموبوء بالحروب والنزاعات، تستبق الجزائر الخطوات وتستشرف المآلات حتى تحفظ وجودها وتحمي استقرار القارة الإفريقية من الأطماع والأجندات الخارجية. انطلقت أمس بكلية الطب الجزائر العاصمة فعالية منتدى الدبلوماسية الشبابية تحت شعار دبلوماسية واعدة الجزائر رائدة، والذي سيمتد من 21 إلى 24 جويلية الجري، وهذا بمشاركة 124 شابا من داخل وخارج الوطن. عماد الدين وائل عداد يفصل في الموضوع. Mr. President, at the outset, I would like to thank you for حراك بارز للدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة، ومواقف تدعو للفخر ظلت تدافع فيها بكل قوة عن القضايا العادلة، لواصل اليوم المجلس الأعلى للشباب في نفس المسعى من خلال إشراك فئة الشباب في مسار الدبلوماسية الرسمية. كما على بالنا أنه الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة في الأشهر الأخيرة الماضية قادت حركة دبلوماسيا كبيرا في مختلف المنابر الدولية والإقليمية للدفاع عن مختلف القضايا الدولية وخاصة القضايا العادلة. بطبيعة الحال الشباب الجزائري ولا الشباب بصفة عامة له دور كبير في دعم الدبلوماسية الرسمية باعتبارها كدبلوماسية موازية. آليات تحاكي اجتماعات مجلس الأمن وأخرى لتلقين كيفية المرافعة عن القضايا التي تدافع عنها الجزائر، كل هذا ضمن دليل تكوين هؤلاء الشباب في مجال الدبلوماسية. من خلال هذا المنتدى نعمل على تكوين وتعزيز مهارات الشباب في أن يكونوا خير سلف في حضورها في محافل دولية، في دفاع القضية العادلة، في إعادة مكان الجزائر الحقيقية في كل محافل دولية. هذا الشيء نعمل على تعزيزه من خلال مختلف الدبلوماسية الموازية بما فيها الدبلوماسية الشبابية. لطالما حثت الدولة الجزائرية شبابها من داخل وخارج الوطن لمشاركة فعالة في مختلف التظاهرات وصناعة القرار السياسي، علما منها أن الشباب يمثل قاعدة الجزائر الجديدة. كشف وزير الداخلية والجماعة المحلية إبراهيم مراد الثلاثاء أن حصيلة الترقية لفائدة منتسبي الشرطة تجاوزت 100,000 مستفيد منذ سنة 2020. وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه رئيس أمن المقاطعة الإدارية ببير توتا عمر زكور خلال مراسم الاحتفال بالذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية على مستوى مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، أشاد بالمكانة الرائدة والطفرة الهامة التي حققتها الشرطة الجزائرية على المستوى الأداء، وينعكس ذلك أيضا في الأولوية التي نوليها لترقية المورد البشري، حيث تجاوزت حصيلة الترقية لفائدة منتسب الشرطة 100,000 مستفيد منذ سنة 2020 نظير تفانيهم في أداء مهامهم النبيلة. كما تم إيلاء الأولوية للتحسين المتواصل لقدرات المورد البشري من خلال برمجة ما يقارب 120,000 دورة تكوينية خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبفضل كل هذه الجهود جدير بنا اليوم أن نشيد بالمكانة الرائدة التي تبوأتها الشرطة الجزائرية والطفرة الهامة في مستوى الأداء والتي تثبتها النتائج العملياتية الهامة. كما أثنى وزير الداخلية والجماعة المحلية بالمساهمة الهامة للمؤسسة الشرطية والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية والمصممة على دحر مختلف التهديدات المستجدة عبر الفضاء السبراني. أن أشيد بالمساهمة الهامة للمؤسسة الشرطية ضمن الجهود الوطنية المصممة على دحر مختلف التهديدات المستجدة عبر الفضاء السبراني الذي أصبح ملاذاً للمتربصين لبت عدائهم للوطن وممارسة النصب والاحتيال وتغليط المواطنين، فضلاً على استغلال مختلف الوسائط الحديثة لنشر الفتن وتهديد قيمنا الوطنية والمحاولات البائسة للتشكيك في المكتسبات والإنجازات وتثبيط عزائم التطور والرقي، وهي كلها المساعي المسمومة التي تنبطر بفضل حرص منتسبي هذا السلك الواعين بالتحديات والمستلهمين من القيم الوطنية المتوارثة. من جهته أكد المدير العام للأمن الوطني علي بدوي أن مؤسسة الأمن الوطني تبقى في قضاة تامة لمجابهة كافة التحديات الأمنية الجديدة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم. تبقى مؤسسة الأمن الوطني في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة. هذه التحديات أفرزت أنماطا جديدة من الإجرام ومن التهديدات في ظل تحولات عميقة يشهدها العالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص تستدعي أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود والتحضير المستمر والجاهزية التامة لقواتنا، مع التأكيد على التنسيق الوثيق مع كل شركاء الأمنيين والمدنيين على رأسهم الجيش الوطني الشعبي بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطنين والممتلكات. في موضوع آخر، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة الثلاثاء أن ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية والتي ستبقى دينا في رقبة كل إفريقي حر وفي لشرفاء القارة. وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الموسم بالجزائر وإفريقيا ذاكرة المشتركة مصير واحد ومستقبل واعد، أشار ربيقة إلى أن ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إن لم تتحرر آخر مستعمرة في قارتنا وهي الصحراء الغربية والتي كما قال ستبقى دينا في رقبة كل إفريقي، وفي وفيا لرسالة الشرفاء واستكمالا لمسيرة نضالهم أمثال أحمد بن بلة وغيرهم. التغطية كانت لنهاد بضيف. إننا نؤكد اليوم أن ذاكرة إفريقيا كل إفريقيا لن تكتمل إن لم تتحرر آخر مستعمرة في قارتنا الصحراء الغربية، وسيبقى دين في رقاب كل إفريقي وفاء لرسالة أولئك الشرفاء واستكمالا لمسيرة نضالهم. حكيم إفريقيا أحمد بن بلة، مونديلا، نكروما، لومامبا، أميلكار كابرال وغيرهم، إننا نؤمن أن كل إفريقي وكل حر في العالم وكل واحد منا في هذه القاعة يحمل قيم ومثل إفريقيا الإنسانية. كما أعرب ربيقة عن فخره بموقف إفريقيا الشريف تجاه القضية الفلسطينية ومساندته للفلسطينيين. وهنا نستعظم موقف إفريقيا الشريف في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتبني قضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. من جهته أكد وزير الخارجية وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام لدى الوزارة أن هذا الملتقى يؤكد توجه الجزائر نحو عمقها التاريخي وسعيها نحو تحقيق نهضة كاملة وشاملة في إفريقيا. الملتقى الدولي الذي يؤكد وفاء الجزائر لعمقها الإفريقي، هذا الوفاء تجسد لا سيما من خلال دعمها للقضايا العادلة في قارتنا الإفريقية وعملها دون هوادة وعلى جميع الأصعدة والمستويات
لتحقيق نهضة شاملة كاملة ومندمجة تشترك فيها عقول وسواعد كل بنات وأبناء إفريقيا. هذا وأشاد حفيد الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بمجهودات الجزائر تجاه القضايا العادلة، مشيرا إلى أن الجزائر وإفريقيا موحدين ضد الاستعمار. تحية للرئيس عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة للشعوب الإفريقية وبما فيها القضايا المتعلقة بجنوب إفريقيا والمتمثلة في العدالة وحقوق الإنسان. سفير الجمهورية العربية الصحراوية عبد القادر طالب عمر أكد أن الجزائر الثورة الجزائرية مصدر إلهام للشعب الصحراوي. الجزائر مكة الثوار وقلعة الأحرار، وما يقوله الصحراويون نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم بأنه نعم البلد ونعم الشعب ونعم الجار ونعم الشهامة والمروءة ونعم ثورة أول نوفمبر وما تمثله من قيم إنسانية عالية ساهمت في تحرير إفريقيا وما زالت إلى اليوم ترفع لواء التحرر من أعلى منابر العالم في مجلس الأمن مدافعة عن قضايا التحرر. وفي ملف القضية الفلسطينية أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عطية أن الجزائر ثابتة بمواقفها ووفية بوعودها للشعب الفلسطيني الذي سيواصل الصمود والكفاح من أجل نيل الحرية. نحن الشعب الفلسطيني نسجل بكل احترام وتقدير الدعم التاريخي لدولة الجزائر منذ أن قال الشهيد الراحل الرئيس هواري بوميديا مع الجزائر ظالمة أو مظلومة إلى اليوم، إلى عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي يقف مع الجزائر بكل الإمكان، يقف مع فلسطين ويقدم لها الدعم المتواصل من أجل إسنادها في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وبذات المناسبة دعا وزير الاتصال محمد العقاب إلى التجند من أجل ضمان تغطية إعلامية احترافية للاستحقاق الرئاسي المقبل. ما تحدد بوضوح يعني التزامات الصحافة الوطنية وحتى الصحافة الأجنبية يعني تجاه الحملة الانتخابية، هي كانت واضحة يعني ما فيهاش يعني لبس أو غموض، وكذلك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي يعني توضح هذه القضية بوضوح. أولا الحياد تجاه المترشحين، كذلك من حقوق المواطنين أننا نبلغ يعني ونشرح برامج المترشحين للمواطنين، هذا بعدما يعلن اسم المحكمة الدستورية عن القائمة يعني التي اجتازت المرحلة الأولى. كذلك فيه حدود مثلا يعني 72 ساعة يعني قبل الانتخابات لابد أن نتوقف عن الدعاية للمترشحين مهما كانوا، وعندما يكون فيه خلل سوف تتصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسلطة ضبط السمع البصري، هي التي تتكفل يعني باتخاذ التدابير التي ينبغي اتخاذها تجاه القنوات السمعية البصرية. ولكن بخصوص الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فالمادة 80 في قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية يخول وزارة الاتصال لكي تحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وأنا أتمنى ألا تكون فيه يعني تجاوزات وأن يكون فيه احترام كبير لأخلاقيات المهنة وتمر الأمور بسلام، ووسائل الإعلام كلها مدعوة بهذه المناسبة إلى يعني شرح كل مراحل العملية الانتخابية للمواطنين وشرح برامج المترشحين للمواطنين وإبراز أهمية الانتخابات بالنسبة للبلد. بهذا مشاهدينا نختم الموجز، بعد الفاصل أخبار الاقتصاد. أهلا
أهلاً وسهلاً بكم من جديد. بداية، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أوتيكا والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا سيساهم في زيادة الاستثمارات البينية ويرفع حجم التبادلات التجارية بين الدول الثلاث، وهذا حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة. جاء ذلك لدى استقباله يوم الاثنين بمقر الوزارة لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجلول ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا محمد العريض. ثمن البنك الدولي الخطوات التنموية التي حققتها الجزائر والتي تجسدت عبر عدة إنجازات اقتصادية، ما سمح لها بالانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وأوضح البنك في مقال له نشره على موقعه الرسمي بعنوان الجزائر مسيرة طموحة نحو التنمية، أن الجزائر اتبعت منهجا طموحا في درب التنمية المستدامة مرتكزة على دعائم القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي، محققة إنجازات بارزة هذا العام عام 2024. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تجلت في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في الواحد جويلي 2024، أين كانت الجزائر أحد أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. في موضوع آخر، خطوات متسارعة وملحوظة تشهدها الجزائر في إنتاج الكهرباء وتصديرها لأوروبا من شأنه الرفع من وتيرة النمو الاقتصادية. التقرير لرقية الشرفي. بحكم موقعها التقوي الذي بات مهما في الخريطة الاقتصادية العالمية، تخطط الجزائر اليوم للتوسع في مجال الطاقة نحو تصدير الكهرباء إلى أوروبا. أعتقد أن تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر كابل بحري يربط بين الجزائر وإيطاليا يدخل في إطار تنويع الصادرات الطاقوية من الجزائر إلى الدول الأوروبية. تصدير الكهرباء يعتبر أمر ضروري وذو طابع استراتيجي سيسمح بزيادة المكانة الطاقوية للجزائر التي ربما تعاظمت خلال السنوات الأخيرة. أهمية الجزائر من الناحية الطاقوية ازدادت وأصبحت ورقة طاقوية هامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. بحلول عام 2035 يتوقع أن يتجاوز الإنتاج الوطني من الكهرباء 45,000 ميجاوات، أمر سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة لأوروبا. أعتقد أنه سيسمح للخزينة العمومية بتحقيق مداخيل إضافية من العملة الصعبة، ناهيك عن إنتاج الكهرباء هنا سيسمح بتوفير مناصب عمل، وبالتالي فإنه لها أهمية كبيرة لزيادة قيمة الصادرات. إمكانيات كبيرة تحوزها الجزائر في إنتاج الكهرباء، وفي ظل الأزمات التي تمر بها أغلب الدول في إنتاج هذه الطاقة سيكون للجزائر الدور الكبير والفعال في تصديرها لشركائها من أوروبا والقارة الإفريقية. شركة صون الغاز الرائدة في مجال الطاقة تستثمر في منشآتها الطاقوية تحقيقا للإنسيابية في توزيع الكهرباء عبر كامل المجال مجال تغطيتها. التقرير لبيعقبة. الاستثمار في المنشآت الطاقوية وتحقيق الانسيابية في توليد الكهرباء هدف تعمل شركة صون الغاز على تحقيقه عن طريق تجسيد جملة من المشاريع الهامة والمتنوعة تضمن استمرارية توزيع الكهرباء بطريقة تخدم كل المواطنين عبر كامل التراب الوطني. قمنا في ضمن المشاريع الاستثمارية 2024 بتسجيل عدة مشاريع، ومن بينها التي قمنا بإنجازها حالياً، وهذه المشاريع تتمثل في وضع حيز الخدمة 16 محول كهربائي على عدد 19 مسجل. قمنا بوضع تقريبا 59 كيلومتر من شبكة الكهربائية متوسطة التوتر ومنخفضة التوتر. هذه يأتي من أجل تحسين واستمرارية الخدمات
منشآت جديدة تدخل حيز الخدمة، وصيانات دورية تقوم بها مصالح صنع الغاز نجحت من خلالها في تغطية جل المناطق المعزولة بالكهرباء تمشياً والاستهلاك المرتفع للمواطنين في موسم الصيف. عبر تراب الولاية يوجد 5 مقاطعات كهربائية، أين لورول تاعها هي بصيانة الشبكات. حين قمنا بصيانة الشبكات ديجا تجهيزا للاصطياف، هذه دخلت في البروغرام دونتريتيان تاعنا، وثانيا جاهزين كل وسائل المادية باش نقابلوا كاع توت بيرتورباسيون اللي يكونوا في الريزو تاعنا الكتريك ان شاء الله. دور مهم وفعال للاستثمارات الطاقوية التي تضمن تعزيز الشبكة الوطنية بالكهرباء دون انقطاعات، في مؤشر إيجابي على الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن جدول الزمني لخفض أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى أزيد من 2416 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى أزيد من 2417 دولارا. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.2% مسجلة أزيد من 29.28 دولارا للأوقية، في حين استقر البلاتين عند أزيد من 945 دولارا للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولارا للأوقية. نتعرف مشاهدينا الآن على أسعار البيع بالتجزئة لبعض المواد الفلاحية حسب آخر تحديث لوزارة الفلاحة في هذه الأنفوغرافيا. بهذا مشاهدينا نختم الموجز الاقتصادي، وبه نختم الجزء الثاني من برنامج الحياة هذا الصباح. بعد الفاصل نواصل. أهلا وسهلا بك أيمن بوشوشة. أهلا بك فاطمة، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في هذا الموجز الثقافي. بداية، شكلت شخصية الرئيس حميد أميرال البحرية الجزائرية محور يوم دراسي نظمه المتحف العمومي الوطني البحري أمس بالجزائر العاصمة، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين في تاريخ هذه الشخصية البارزة في تاريخ البحرية الجزائرية خلال القرن التاسع عشر. وأوضحت الوزيرة في كلمة قرأها نيابة عنها مدير الحماية القانونية للأملاك الثقافية وتثمين التراث نوار عمارة أن الرئيس حميد يعض الشخصية الاستثنائية في ذلك التاريخ، فهو من الرئيس الجزائريين الذين كان لهم الفضل في تعزيز قوة الأسطول البحرية الجزائري وفرض احترامه على القوى البحرية الأخرى في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن استذكار سيرة بطولات هذه الشخصية ليس فقط إحياء للذاكرة التاريخية الوطنية، بل هو تكريما للنضال وكفاح كل من حمل راية النضال الجزائري عاليا. احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي ندوة صحفية خاصة بالمسرحية 132 حتى لا ننسى، من كتابة ولد عبد الرحمن كاكي ومن إنتاج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمرافقة المسرح الوطني الجزائري، والتي سبق وأن عرضت لأول مرة في عام 1963، ومن المقرر أن يتم إعادة عرضها يوم الأربعاء 24 جويلية بروح شبابية وإبداعية، كما سيتم الاعتماد على جوق موسيقي
يضيف بعدا موسيقيا معاصرا بإشراف المخرج محمد ثاكيرات. تستند المسرحية التي مدتها 1:20 إلى 3 نصوص تسلط الضوء على الكفاح الثوري للشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، وستعرف مشاركة 100 ممثل من 3 أجيال من بين نجوم المشاركين حسان بن زراري وعبد القادر جيو. ويتضمن العرض أيضا فقرة مدتها 7 دقائق تتناول القضية الفلسطينية. صرح فرساس وتفاصيل. حتى العرض يعني راهو يعني غادي نقدموه في صورة جديدة، في رؤية جديدة، في نظرة كذلك جديدة، نظرة معاصرة. وهذا العرض يعني يحكي من 1830 إلى يومنا هذا حتى الاستقلال، بالمناسبة للذكرى المزدوجة عيد الاستقلال وعيد الشباب. وإن شاء الله نكونوا في حسن ظن الناس اللي وضعوا فينا الثقة. حاولنا نكونوا، أنا كنت مستشار فني في هذا العمل، حاولنا نكونوا يعني أوفياء للطريق. وبهذه المناسبة أكد الياس نيت قاسي مدير متحف المشاهد على ضرورة الالتفات لهذه النصوص والعمل على إيجاد سيناريوهات ترقى إلى التضحيات التي قدمتها رموز الجزائر. لابد وان نلتفت الى هذه النصوص، ان نعمل على ايجاد مثل هذه السيناريوهات. قد يسال الواحد يقول لماذا هناك الكثير من الاعمال التي ربما قد لا تظهر لكثير من القاده الجزائريين والسياسيين وقاده الثوره واحداث كثيره. في الحقيقه اننا نشهد هناك نوع من الضعف في ايجاد نصوص راقيه ترقى الى تلك التضحيات، ولذلك فنجد هناك صعوبة جدا. ولذلك معيارية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تحت إرشادات وزير المجاهدين وذوي الحقوق هي أن تكون هذه النصوص راقية وأن تكون في مستوى تطلعات شبابنا. أكد سفير جمهورية تشيك يان تشيرني بتيزي وزو أن بلاده تسعى إلى تنشيط التعاون في عديد المجالات وإلى تعزيز علاقاتها الصداقة مع الجزائر. وأوضح الدبلوماسي التشيكي الذي قام بزيارة إلى عاصمة جورجرا ليدشن بأروقة الفنون محايا معرضا بعنوان الملائكة بالأخضر تكريما للمناضلة التشيكية من أجل السلام بيرتا فونو سونتر كينيسكي، أول مرأة تتحصل على جائزة نوبل للسلام في سنة 1905. أنه يسعى منذ تنصيبه في الجزائر منذ 14 شهرا إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون في شتى المجالات بين بلاده والجزائر. أما فيما يخص التعاون الثقافي فقد أكد سفير جمهورية التشيك على مشاركة بلاده في عروض وتظاهرات في الجزائر. سيتم تحويل قصر مريم عز المعروف محليا باسم قصر ابن جانا إلى مركز تفسيري للفنون وتاريخ مدينة تسكيكدا مباشرة بعد الانتهاء من عملية الترميم، والذي يعد من بين أهم المعالم التاريخية بهذه الولاية الساحلية. للإشارة، بني هذا القصر عام 1913 من طرف المهندس المعماري شارل مونتيلو، وكان مخصصا في البداية كبناية خاصة برئيس بلدية تسكيكدا آنذاك. أنجز القصر بمنطقة غابية تطل على كورنيش ستورا بأعالي المدينة، وحسب المصادر التاريخية أنجزت هذه التحف المعمارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بإتقان، حيث مزج بين ألوان الزخرفة العربية والهندسة الأندلسية المميزة. فنيا، كشف الممثل الجزائري خالد بن عيسى عن مشاركته في الألعاب الأولمبية بباريس 2024 ضمن سباق الماراثون. وقال بن عيسى عبر حسابه بموقع فيسبوك: سعيد وفخور بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للماراثون، شكرا للجميع. وأضاف بطل فيلم العربي بن مهيدي: شكرا للجنة الأولمبية الجزائرية على تكريمي وتزويدي بالمعدات الوطنية، حلم الطفولة أصبح حقيقة. وتابع قوله: أشكر عائلتي على دعمها لي كل يوم، شكرا لمدربي أيضا.
يشهد منتزه الصبله تقديم عروض متنوعه للافلام كوميديه جزائريه كلاسيكيه، وذلك في اطار تنشيط مدينه الجزائر خلال العطلات الصيفيه، حيث تم عرض فيلم الكوميديا التاكسي المخفي وسط حضور لافت للعائلات الجزائريه ومحبي الفن السابع الذين ابدوا اعجابهم بالعروض السينمائيه على الهواء الطلق. للاشاره ستستمر العروض سهره كل جمعه بذات الموقع الى غايه يوم 2 اوت المقبل. تتواصل فعاليات الطبعة السادسة للمهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري تحت شعار فن الطرز خيوط أجيال وموروث أمة، حيث توافد جمهور غفير على مراسم الافتتاح للاطلاع على مختلف المعارض وكذا الورشات التي تبرز التراث الوطني الأصيل الذي يمثل عدة مناطق من الوطن. وكما شددت وزيرة الثقافة في رسالتها على أن الوزارة الثقافة والفنون تؤكد حرصها على صون وحماية تراث الثقافي سواء في الفعاليات المنظمة في شهر الثلاث أو في اللقاءات والملتقيات والورشات التكوينية المبرمجة في هذا الصدد. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الثقافي. العودة إليك فاطمة الزهراء. شكرا جزيلا لك أيمن بوشوشة. إذن مشاهدينا الكرام، بأخبار الثقافة نختم هذا الجزء من برنامج الحياة هذا الصباح، ولكن قبل ذلك لا بأس أن نفتح ملفنا للنقاش لنهار اليوم. ملفنا الصحي، تستقبل المستشفيات الجزائرية في فصل الصيف آلاف المصابين بمختلف الأمراض والمضاعفات الصحية التي ترتفع أعدادها خلال هذه الصائفة، من ضربات شمس إلى تسممات غذائية وأيضا طفح جلدي. لنتعرف أكثر على أسباب ارتفاع عدد الإصابات في فصل الصيف وكيفية الوقاية من هذه الأمراض المختلفة، أسعد أن أستضيف عبر الهاتف الأستاذ ودكتور كواش محمد الطبيب العام. صباحك سعيد دكتور، شكرا لك على تلبية الدعوة. دكتور كواش هل تسمعني؟ أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، نحن نشهد خلال كل صائفة ارتفاع عدد كبير للمصابين بمختلف الأمراض المرتبطة بفصل الصيف، من تسممات غذائية أيضا ضربات شمس، سنعرج عليها واحدة واحدة ونبدأ بالتسممات الغذائية. دكتور، لماذا يزداد عدد المصابين بالتسممات الغذائية في فصل الصيف تحديدا مقارنة بفصول السنة الأخرى؟ نعم، بالفعل كما يعلم الجميع بان فصل الصيف مرتبط بكثير من الامراض، اي كثير من الامراض تظهر في فصل الصيف وهي راجعه لظروف مناخيه المرتبطه بفصل الصيف، خاصه ارتفاع المعتبر في درجه الحراره. نعم، يعلم الجميع بان الحراره تعتبر مناخ مساعد او بيئه مساعده لانتشار البكتيريا والفيروسات. كما ذكرت باكيد ان فصل الصيف مرتبط بكثير من الامراض، خاصه ما تشهده وما نسجله من حالات على مستوى العيادات والمستشفيات والمصحات الصحيه المختلفه، وهي المرتبطه التسممات الغذائية وكذلك ضربات الشمس، هذا أغلب الحالات، بالإضافة إلى حالات أخرى. بالنسبة للتسممات الغذائية هي في راجعة في الغالب كما تعلمون للحرارة، الحرارة المرتفعة التي لا ربما يولي لها بعض الأشخاص أو بعض الربات البيوت بصفة عامة أو معدين الوجبات المختلفة للاهتمام، لأن الحرارة تساعد بشكل كبير جدا في تلف مختلف المنتوجات الفلاحيه، المنتوجات الصناعيه لانها تتلف بشكل سريع جدا، حتى الوجبات المحضره تتلف وتتعفن بالفعل الحراره. هذه النقطه الاولى، كذلك هما التجمعات العائليه اللي هما التسممات الغذائيه تكثر في فصل الصيف وموجوده في فصل الشتاء ولكن بكميه اقل وبعدد اقل، لكن في فصل الصيف تكون بكميه كبيره جدا، وهذا راجع للتجمعات العائليه المختلفه لاننا ننظر الاهل والاقارب، بالاضافه الى المناسبات العائليه المختلفه التي يجتمع فيها عدد كبير من الافراح، بالاضافه الى الاطباق الجماعيه أو الوجبات الجماعية التي تعد سواء في الأفراح أو المخيمات الصيفية. هذا بالنسبة للتسممات الغذائية. عن الجانب الآخر هو المرتبط بفصل الصيف أو الإجهاد الحراري وضربات الشمس. نعم، نستقبل حالات كثيرة جدا سواء على مستوى شواطئ البحر، العائدين من شواطئ البحر، أو بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في ظروف مناخية، بالنسبه لي مع عمال العقول الفلاحيه، بالنسبه كذلك لورشات البناء، ورشات الحداده، ورشات النجاره. نعم دكتور كواش، ما هي الاعراض التي قد تظهر على الانسان اثناء اصابته بالتسممات الغذائيه، الاعراض الاوليه يعني؟ جيد،
اكيد يجب ان نفهم ما هو التسمم الغذائي اصلا. التسمم الغذائي هو دخول ماده غذائيه لجسم الانسان تحتوي على بكتيريات، فطريات او فيروسات. الجسم يتعرف عليها ويرفضها. كيف يكون ذلك الرفض؟ يكون الرفض من خلال تنبيه العقل، نشعر بالالم على مستوى البطن، هذا دليل بان ماده مسمومه، مادة ملوثة دخلت إلى جسم الإنسان، إذا نشعر بالألم. بعد ذلك بعد ألم البطن ما هناك رغبة إما في التقيؤ أو إسهال. ما هو التقيؤ وما هو الإسهال؟ هو الجسم يحاول التخلص من المادة أي يخرجها من الجسم. هذه في بداية ظهور الأعراض التسممات الغذائية. يجب أن ننتبه بأن الجسم يدافع عن نفسه ويتخلص من هذه المادة السامة، لكن في بعض الأحيان قد يكون هناك امتصاصات على مستوى المعدة والأمعاء وتمر المواد المسمومة إلى دم الإنسان، يعني يقوم بامتصاصها فيشعر بحمى شديدة، وفي بعض الحالات ما تصل مستوى التسمم إلى الدخول إلى المستشفى وللأسف في بعض الأحيان حتى الوفاة. نعم أستاذ كواش محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم، كنت قد تحدثت أستاذ كواشة عن المضاعفات. نحن لما نتحدث عن التسمم الغذائي يجب أن نقول أنه ليس بالأمر الهين، فقد تحدث مضاعفات ربما قد تؤدي إلى الوفاة. كيف الآن يمكن لنا أن نحمي أنفسنا من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، خاصة الأطفال الصغار الذين ربما يتناولون أي شيء في الطريق بدون مراعاة حتى ظروف سلامة هذا الغذاء؟ نعم والله سؤالك ممتاز جدا، يعني كيف نتجنب ما التسممات الغذائية؟ أولا كما ذكرت بأنها هي ثقافة فردية وثقافة جماعية، يعني تبدأ من الشخص الذي أولا يجب أن نقتني المنتوج، يعني نشوف المنتوج الذي نشتريه. المنتوج ممكن أن يكون من خلال خضر أو فواكه أو مواد مصنعة، يجب أن تكون مصنوعة بطريقة صحية ومعدة بطريقة صحية، يعني بعيدة عن السقي العشوائي أو السقي المواد المختلفة. حتى المواد، حتى المبيدات التي تستعمل يجب أن نغسل الفواكه ونغسل الخضر بشكل جيد. عملية إعداد الأطعمة تكون في ظروف جيدة، في مياه نظيفة، بأواني نظيفة، وخصوصا الولمات الجماعية التي تغيب فيها ظروف إعداد الأطعمة بمختلف أنواعها. بعد ذلك لا ننسى تخزين المواد الغذائية المختلفة سواء كانت طازجة أو من الخضر أو فواكه، تخزن بطريقة صحيحة. نشتري المواد الغذائية المعروضة في ظروف صحية، كذلك نستعمل المياه النظيفة، نقوم بتخزينها بطريقة صحيحة، وننسى نظافة الأيدي. كلها شروط يجب أن نحترمها، لأن التسممات الغذائية يمكن أن تقع في أي مرحلة، ليس فقط أننا نشتري آيس كريم أو نشتري حلويات. ممكن أن الحلويات سليمة، لكن اشترينا الحلويات لكننا نقلناها في ظروف سيئة بطريقة درجة حرارة، لم نحفظها في المنزل بطريقة صحيحة فتتلف. ليس فقط دائما يكون الاتهام للمنتوج، ولكن من خلال سلوكاتنا، وبالتالي أن سلوكاتنا الصحيحة وثقافتنا الصحيحة تحمينا من التسممات الغذائية. بمعنى أستاذ كواش أنه اليوم لكي نحمي أنفسنا من التسممات الغذائية لابد أن تتوفر ثقافة الاستهلاك عند المواطن، وأيضا ثقافة النظافة وحسن حفظ المنتوجات بالنسبة للبائعين والتجار. لو نعرج إلى نقطة أخرى دكتور كواش، الحديث عن ضربات الشمس. اليوم درجات الحرارة تفوق 40 درجة تحت الظل، خاصة في أوقات الذروة بعد زوال أو بعد الزوال. ما هي الأعراض ضربات الشمس دكتور؟ جيد، ما يجب أن ننتبه كما ذكرت سيدتي، ما نحن الآن في ظروف مناخية خاصة، نحن الآن في فصل الصيف وهذا أمر عادي، وفصل الصيف وفصل الحرارة. ولكن المشكلة أننا عندما لا نحسب برمجة نشاطاتنا البدنية ونشاطاتنا التجارية وتنقلاتنا بما التسوق إلى آخره، كما ذكرت يجب أن نتجنب ساعات الذروة. يجب أن نفهم بأن قبل أن نصل إلى مرحلة ضربات الشمس هناك مرحلة مهمة جدا، وهو الإجهاد الحراري. يعني الإنسان يبدأ يشعر بالتعرق الشديد، يعني الإنسان يتعرق، هذا شيء أمر طبيعي في جسم الإنسان مع فصل الصيف، ولكن التعرق الشديد هو بداية الإجهاد الحراري. بعد ذلك نشعر بالإرهاق الشديد، ضيق في التنفس، قلق، هذيان، تقيؤ أكرمكم الله، وفي بعض الأحيان يكون على شكل صداع نابض على مستوى الرأس. هذه بداية الإجهاد الحراري. هذا الإجهاد الحراري إن لم نتعامل معه بشكل سريع جدا، يعني شرب الماء، التهوية، تبريد الجسم، ذهب إلى مكان بارد، لأن الأمر مرتبط بمدة التعرض وشدة التعرض، يعني تبقى ساعة طويلة في أشعة الشمس أكيد تصاب بالإجهاد الحراري وبضربة الشمس، أو المدة أو الشدة، يعني تكون كما ذكرت سيدتي في ساعة الذروة. ساعة الذروة تكون تقريبا من العاشرة إلى غاية الساعة العصرية، وأن تكون أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض، الأشعة فوق البنفسجية مرتفعة جدا، فنصاب بضربة الشمس. ضربة الشمس يعني نظام تهديد الحرارة في جسم الإنسان ينهار، ونمر إلى مرحلة ضربة الشمس التي في بعض الأحيان
إن لم تقدم الإسعافات الأولية قد نصل إلى الوفاة وللأسف. نعم دكتور كوش، بحديثكم عن الإسعافات الأولية، نفترض أنه الإنسان تعرض إلى ضربة شمس، ما هي الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقدمها لنفسه أو لغيره من أجل إنقاذه من هذه الضربة دكتور؟ جيد، أكيد كما ذكرت سيدتي يمكن أن تتجول سواء في مكان العمل أو في التسوق أو في شواطئ البحر أو في أي مكان على سطح الأرض، قد نتفاجئ بشخص يغمى عليه في ظل درجة الحرارة مرتفعة سواء في حقل أو في ورشة بناء إلى آخره. ماذا كيف نتعامل مع هذه الضحية؟ أولا يجب أننا نقوم بنقل الضحية مباشرة إلى مكان فيه برودة، يعني تحت شجرة، داخل محل، داخل منزل، هكذا نجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. نقوم بتخفيف الملابس إذا كان لبس ملابس أو رابطة العنق إلى آخره أو سروال محزوم بشكل قوي، نقوم بتخفيف الملابس. نقوم كذلك بتبليل الجسم تاعه بالمياه المعتدلة، مش نستعمله المياه الجامدة، هذا خطر كبير جدا، هذا الخطأ شفناها، لا نستعمل، نقوم بتمليله أو رشه بالماء. وإذا كان واعي يعني يتكلم ما ضروري يشرب الماء، أما إذا كان فقد الوعي ما ضروري يشرب الماء لأنه حنبدل له مشكل. كل هذه الإجراءات تكون في نفس الوقت بعد التبليغ، لأنك لا تلعب دور الطبيب مهما كان، حتى الطبيب ما يقدرش يسعفه لأنه ما عندهش إمكانية، ولكن الأهم هي وصول مصارح النجدة ونقله لأقرب مصحة صحية. نعم دكتور كواش، بالحديث عن ضربات الشمس نتحدث أيضا عن أثر ضربات هذه الشمس على الجلد. يصل إلى المستشفيات عدد كبير من الناس تعرضوا لحروق من درجات مختلفة بسبب ضربات الشمس. المواطنين يتوجهون اليوم إلى الشواطئ في أوقات الذروة ليتعرضوا لأشعة الشمس، بعدها ستتسبب لهم بطبيعة الحال بمضاعفات على مستوى الجلد. ربما ما هي الحالات التي تستقبلونها أنتم على مستوى المستشفيات من هذا النوع؟ رائع جدا، وهي قضية خاصة هذا الامر نجده عند المصطفين الذين توجد شواطئ البحر، وليعلم الجميع بان الاشعه فوق البنفسجيه واشعه الشمس تكون قويه جدا على مستوى شواطئ البحر لانها تكون عموديه من جهه، بالاضافه الى انعكاس اشعه الشمس من الرمال. ونعم نستقبل حالات سواء اطفال الرضع، اطفال صغار، النساء، اصحاب البشره البيضاء لحروق، كانه تعرض لحروق مباشره، ولكن هو لم يتعرض لحروق مباشره ولكن لحراره الشمس. اذا حذاري ثم حذاري، ان ندعو الاشخاص يعني ان يتوجهوا لشواطئ البحر، أن نحمي أنفسنا بأسلوبين، الحماية الميكانيكية والحماية الكيميائية. الحماية الميكانيكية تكون من خلال إذا كان إنسان عنده بشرة حساسة ماذا بيلبس ألبسة خفيفة ويقدر يسبح بها، أو يستعمل المظلات يعني الوسائل الميكانيكية كالمظلات والشمسية لتحمي أشعة الشمس. نقول لكم يعني كمعلومة علمية، ينصح الخبراء بأننا ما نقوموش أننا ما نعوموش وما نبقاوش في شواطئ البحر إذا كان درجة الحرارة فوق 30 درجة. تخيلوا المفروض أن السباحة تكون فترة الصباحية المبكرة أو ما بعد العصر، وتكون أشعة الشمس أقل، لأن ثم الأشعة فوق البنفسجية تكون مرتفعة جدا، وللأسف نستقبل حروق بدرجات متفاوتة، الدرجة الثانية الأولى، الدرجة الثانية، حتى الدرجة الثالثة، وللأسف يعني فقدان طفح جلدي قوي جدا. لهذا وبالنسبة للحماية الكيميائية نستعمل سواء زيت الزيتون، المراهم التي تباع، الكريمات اللي روحوا للمختصين يعطوكم نوعين من الكريمات. هناك كريمات اللي تحمي من أشعة الشمس، أي تكون عاكسة لأشعة الشمس، اللي يسموها الأنديس بروتكسيون أو عامل الحماية فوق 50%. إذا كنت تحب تبرونزي تغير لون البشرة استعمل 30%، إذا ما كنتش تحب تغير لون البشرة استعمل عامل الحماية في المرهم أو في الكريم اللي تشريه يكون درجة تاعه يعني 50%. نعم دكتور كواش، بالحديث عن الشواطئ وعن السباحة، ينتشر أحيانا في بعض الأحيان يتوجه الأطفال للسباحة في شواطئ البحر، بعدها بساعات قليلة يصابون بأعراض ربما غثيان وغيرها، إلى ماذا يعود هذا؟ هل لانتشار ربما بكتيريا في البحر، أو إلى ماذا يعود هذه الأعراض بعد السباحة تحديدا؟ أيضا أعراض إسهال. أغلبية الحالات التي نستقبلها عندنا مشكلين، عندنا مشكلة حساسية المياه الملوثة، وعندنا مشكلة التسممات الغذائية أو التسمم المعوي الناتج عن شرب الماء البحر. حديث محذري، أولا كما تعلمون بأن الأطفال بما يصبحون على مستوى شواطئ البحر يعني القريبة جدا يعني على مستوى الساحل تماما، يعني بالتالي عبارة عن مياه ملوثة، وتكثر هذه الحالات إذا كان الشاطئ ملوث. إذا كان فيه، وهذه نقطة مهمة جدا نحذر من خلالها المشاهدين، وهي تواجد الطحالب العشبية التي يرمي بها البحر، يعني البحر من حين إلى آخر يخرج كمية كبيرة من الأعشاب البحرية تسمى الطحالب البحرية. هذه الطحالب البحرية تتعفن
بتعفن وتطرح مواد سامه، الاطفال يشربوها وبالتالي حتى الكميه الصغيره، لان الطفل ما يعرفش يعوم، ما يعرفش كيف يغلق الفم تاعو، وبالتالي يشرب كميه قليله من المياه البحر، وعندما ياتي المنزل يسجل حالات كثيره جدا لالام البطن، تقيؤ، اسهال وحمى. لماذا؟ لانه تناول وشرب ماء ملوث سواء بالبكتيريات والفيروس المختلفه أو بالمواد الكيميائية الناجمة عن الطحالب. ولا ننسى هناك نقطة مهمة جدا نحذر من خلالها، الشواطئ الغير نظيفة تعتبر أماكن خطيرة جدا. لماذا؟ لأن هناك تحلل للمواد العضوية، النفايات العشوائية المرمية في جوانب شواطئ البحر راح تذوب وتدخل لشواطئ البحر، بالإضافة إلى ظاهرة المدح والجزر، البحر الحشية راح يدخل كل النفايات الموجودة داخل الشاطئ. إذا تكون عندنا ثقافة صحية، نحن أنفسنا ونعرف كيفاش أن نحافظوا على نظافة الشواطئ. فعلا دكتور كواشة، أيضا في نقطة أخرى، لما المصطفين يتوجهون إلى البحر طبعا نجد العديد من البائعين المتجولين الذين يقومون ببيع الأكلات السريعة ربما، والمواطن الجزائري لما يكون متواجد على شاطئ البحر مع الجوع وغيرها فيشتري بدون مراعاة أصلا شروط النظافة، ماذا تنصحهم بهذا الخصوص، سواء نصيحة للمواطنين أو أيضا للبائعين الذين ربما لا يقومون باحترام معايير النظافة سواء في بيع منتجاتهم مختلفة، سواء بالنسبة للمواد الاستهلاكية المنقولة إلى شواطئ البحر أو التي تشترى على مستوى سواء كانت دكاكين أو محلات خاصة ببيع الوجبات السريعة أو بالنسبة للباعة الذين ينتشرون في شواطئ البحر بمختلف الوجبات. أولا نصيحتي بالنسبة للباعة، يعني أنت راح تكون سفير للمنطقة وتسافر لنوعية المنتوج اللي تبيعه، أن يحاول أن يكون نظيف مشفوط بطريقه جيده. احنا لا نمنع هذا النوع من التجاره ولكن نشجعها بالعكس، ولان ربما مصدر رزقه، ولكن يجب ان يراعي ظروف الحفظ والتسليم والاعداد الى اخره حتى لا تحدث السموم الغذائيه. حتى الاولياء مطالبين اولا حتى هما ما نشتريش من اي واحد، ما نشوف شروط النظافه وشروط الحفظ وشروط طريقه العرض الى اخره، وكذلك حتى الوجبات السريعه اللي نشروها ما نشروش من اي محل اللي نشوفوا ظروف النظافه غير ملائمه ما نشروش. وحتى بالنسبه لي الوجبات الاستهلاكيه اللي نقولوها معنا حدايث محاضرك منهم ينقلوش في ظروف جيدة، في علب بلاستيكية تروح للتفاعل الكيميائية، يخلوها في الحرارة إلى آخره، هذه كلها مصادر لتسممات غذائية على مستوى المناطق الساحلية. نعم دكتور كواش محمد، كسؤال أخير، ما هي ربما الثلاث توصيات الأساسية العامة للحفاظ على الصحة في فصل الصيف؟ جيد، أقول بأن فصل الصيف درجة حرارة مرتفعة، رطوبة شديدة جدا، هي كلها عوامل تساعد على انتشار البكتيريا في الفيروسات. إذن أؤكد على النظافة اليومية، استعمال المياه النظيفة، إعداد الوجبات بطريقة صحية وحفظها بطريقة صحية، كلها أمور يجب أن ننتبه إليها حتى بحول الله يكون ما نتجنب التسممات الغذائية ويكون إن شاء الله فصل أو موسم الصيف صحي للجميع. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور طبيب العام كواش محمد على هذه المداخلة عبر الهاتف، تحدثنا فيها عن أهم التوصيات الصحية من أجل الحفاظ على الصحة في فصل الصيف. مشاهدينا برامج الحياة هذا الصباح متواصل معكم، فصل قصير ولن عودة. تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون الجزء الرابع والأخير من برنامج الحياة هذا الصباح. بعد الفاصل حياة بن فطوم وأخبار السوشيال ميديا. حياة أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا بك فاطمة، أهلا بكم مجددا مشاهدينا في فقرة السوشيال ميديا، أين سنتناول أهم المواضيع والأكثر تداولا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. لا يزال قصف الاحتلال الصهيوني مستمرا على قطاع غزة ويسقط ضحاياه الأبرياء والأطفال كالعادة. انتشر مشاهدينا مقطع فيديو وثق لحظة سقوط صاروخ الاحتلال الإسرائيلي على البرج التاسع من أبراج عين جالوت في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لتدميره. لنتابع مشاهدينا التفاصيل في المقطع.
علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر لنتابع كيف كان أحد التعليقات. إذن معلق يقول: كل يوم مجزرة جديدة والعالم في صمت تام. لهذه الدرجة أرواح الفلسطينيين لا تهمهم يتساءل. آخر مشاهدينا، أودت انهيارات طينية في إثيوبيا بحياة العديد من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، وارتفعت حصيلة الانهيارين أقول الأرضيين إلى 292 قتيلا، وتم انتشال بعضهم بالأيادي والمجارف، بينما البحث عن مفقودين ما زال جاريا. لنتابع التفاصيل في المقطع. علق مشاهدينا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر لنتابع أحد التعليقات. إذا معلق يقول: رحمة الله عليهم وكان الله في عونهم، خاصة في ظل شح الإمكانيات. إلى موضوع آخر مشاهدينا، مع ارتفاع درجات الحرارة تذهب العديد من العائلات للشواطئ للاستجمام وقضاء وقت ممتع، ويبدو مشاهدينا أن بعض العائلات تنسى أطفالها بالشاطئ. هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع لطفلة ضائعة في عرض البحر وجدها رجلان أثناء تجولهما بالدراجة المائية. لنتابع تفاصيل مشاهدينا في المقطع. شوف بمية عباد طيب صغارها، أرزا احنا وين؟ يا ربي وين؟ احنا في قلب البحر، أرزا برش، أرزا بيت، أرزا بيبي يا ربي البحر، بدون تعليق. وسام وسام هات البيبي لنا، هات خويا البيبي، هيا نحن، هات هات شوف هات البيبي، يا بنتي، يا شوف يا بنتي، أوكي 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 أوكي، ما شاء الله، بسم الله، بسم الله، عود 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 على المقطع مشاهدينا كان من دولة تونس وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لنتابع كيف كانت التعليقات. إذا معلق يقول: الله يبعث لك اللي ينجيك، بارك الله فيك أخي. ونتابع معلق آخر يقول: الحمد لله تم إنقاذها، غالبا يكون الأخ أو الأب دخلها البحر ونساها، الله يحفظها. بهذا مشاهدينا نصل لختام فقرة السوشيال ميديا لنهار اليوم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. العودة لفاطمة. شكرا جزيلا لك حياة بن فطوم على هذه الجولة بين أخبار السوشيال ميديا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل أخبار الرياضة مع عبد الرؤوف بوسوسو. عبد الرؤوف صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح الخير فاطمة، صباح سعيد لكل مشاهدينا الكرام وكل متابعي الأخبار الرياضية. بداية مشاهدينا، أعلنت أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تأهيل الاتحاد الأفريقي لملعب حسين أيت أحمد رسميا لاستضافة مباريات البطولة الوطنية والمنافسات الأفريقية. تأهيل الملعب رسميا جاء بعد أيام من تدشينه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي ستكون أول مباراة فيه الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في افتتاح الدوري الجزائري. أعلنت إدارة نادي السد القطري عبر صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقدها مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي عبد الصمد بوناصر قادما من نادي اتحاد العاصمة لمدة 5 سنوات. هذا وكان اللاعب قد التحق بنادي السد بصفقة تحويل وصلت 500,000 يورو، وكان محل اهتمام عدة أندية، لكنه اختار نادي السد الذي كان ينشط فيه الدولي السابق بغداد بونجاح. تواصل تشكيلة شبيبة القبائل تحضيراتها تحسبا لبداية الموسم المقبل، وذلك من خلال إجرائها اليوم أو أمس الحصة التدريبية الأخيرة مفتوحة لرجال الإعلام على ملحق ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو. هذا وتواصل إدارة الكنان تحضيراتها تحسبا للموسم الجاري تحت قيادة الطاقم الفني الجديد على رأسه عبد الحق بن شيخة، كما تهدف إدارة الكناري من خلال التحضير المبكر للدخول الموسم القادم بقوة والمنافسة على كل الجبهات.
حاجه الاولى مكتوب تاع الله تعالى وين كنت نرفد ديجا دي كولر جونيفير ودروك راني في ان غرون كلوب كما جي اس كامشي انا اللي راح نقولها هذه الناس قاعده تعرفها ان شاء الله نكونوا قد هذه المسؤوليه الله يتستنى فينا ونديروا عام شباب ان شاء الله يا ربي. هذا وعرب بن شيخة عن تطلعه لتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في البطولة المحترفة مؤكدا أن الفريق سيخوض كل المباريات بهدف الفوز بغض النظر عن اسم المنافس. نلعبوا مع إكس ولا إيكغريك أون سو بريبار اللي نلعبوا معاه نسيو باش نربحوه. يا با اسم ليكيب اللي راح نلعبوا معاه يا با اون جو كونتر اكس هكذا وكونتر ايغريك اوتر فاصون اون فا جوي كونتر توت لي زيكيب دو لا ميم مانيير اي كلك سوا اسمهم. ربي درنا ان غرون ماتش ودرنا ان كونتوني دو جو مليح اون فا كاني وهذا هي كره القدم ما درناش باش نخسروا فو با شيرشي ميديا 14. هذا وكشفت إدارة شبيبة القبائل مساء أمس عن فسخها لعقود 4 لاعبين كما نشرت إدارة الكناري بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق أكدت من خلاله عن فسخها لعقود كل من اللاعب أسامة قتال وفايق عمران بالإضافة إلى فؤاد دغرار ورفيق منداس. هذا وتقدمت إدارة الشبيبة بتشكراتها للاعبين على كل ما قدموه للفريق طيلة حملهم لألوان النادي متمنية نقول لهم النجاح في باقي مشوارهم الكروي. أعلن نادي اتحاد العاصمة أمسية الثلاثاء عن تعاقده مع ثنائي تيبي موزمبي الكونغولي غلودي ومونديكو. وحسب بيان إدارة اتحاد العاصمة عبر صفحتها الرسمية فقد تم التعاقد مع المدافع المحوري كيفين مونديكو لمدة 3 مواسم أمام متوسط الميدان غلودي ليكونزا تم التعاقد معه لمدة 2 موسمين. كشف صباح أمس فريق وفاق سطيف عن قميصه الرسمي للموسم الجديد 2024-2025 وتعاقد الفريق الصيفي مع العلامة الإيطالية ماكرون للعتاد والألبسة الرياضية والتي بدورها جهزت للفريق الجزائري 3 بدلات مختلفة ترمز لألوان الفريق الذي يعول على العودة إلى الواجهة بداية من الموسم المقبل. بشر أمس نادي وفاق سطيف تحضيراته الصيفية تحسبا للموسم الرياضي الجديد إن حط الفريق الرحال بمركز التحضير الرياضي بأعالي مدينة تيكجدة. هذا وحسب بيان الصفحة الرسمية للفريق فإن الوفد المتنقل ضم 18 لاعبا على أن يلتحق باقي التعداد صباحة الغد على أقصى تقدير. الطاقم الفني لنسور الهضاب بقيادة المدرب الجديد رضا بندريس برمج أيضا اجتماعا مع اللاعبين عشية التدريبات قبل إجراء أول حصة تدريبية في المعسكر الذي سيستمر لمدة 1 أسبوع. وقف عدد من أنصار شباب الأزداد مساء أمس وقفة احتجاجية لمطالبة برحيل رئيس الفريق الحالي. هذا ورفع مجموعة من أنصار فريق شباب الأزداد لافتات مطالبين الإدارة الحالية وعلى رأسها رئيس الفريق مهدي ربحي بمغادرة النادي وذلك أمام مقر مجمع مضار المالك لأغلبية أسهم الفريق والواقع بشارع حسين نور الدين ببلدية محمد بلوزداد. أعلنت إدارة نادي أولمبي أقبو عن تجديد عقد ظاهرها الأيسر محمد ياسر شلفاوي لموسمين إضافيين في خطوة للحفاظ على ركائز الفريق. ياسر شلفاوي يكون بذلك ثالث المجددين في صفوف أولمبي أقبو بعد تجديد عقود كل من عبد الكريم زواري ومتوسط الميدان مهدوي مروان تحسبا للموسم الكروي الجديد. نهاية أخبارنا الرياضية مشاهدينا نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. شكرا جزيلا لك عبد الرؤوف بوسوسو على هذه الجولة الرياضية التي نختم بها عدد اليوم من برنامج الحياة هذا الصباح الذي رافقناكم من خلاله بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية اللحظة. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق العامل معي. إلى اللقاء.